ريان طفل رضيع عنده 11 شهر، ساكن او والدته ووالده ساكنين في منطقه السيوف شماعه في وسط محافظه اسكندريه. قررت والدته قبل يومين توديه واحده من الحضانات اللي موجوده في المنطقه عشان عندها مشوار، عندها شغل، عندها مشكله. المهم هتحط ابنها كام ساعه في الحضانه، والحضانه دي بطبيعه الحال بتبقى تحت اشراف مباشر من وزاره التضامن الاجتماعي. رجعت بعد كام ساعة تاخد ابنها، اكتشفت ان ابنها متوفي من 3 ساعات. النهارده وزارة او امبارح مصدر مسؤول بوزارة التضامن الاجتماعي في اسكندرية بيكشف تفاصيل عن المنشور المتداول واللي كتبته احد السيدات، بتقول ان ابنها توفي داخل واحدة من الحضانات وعمره لم يتجاوز العام داخل حضانة بمنطقة السيوف بالاسكندرية. تم التأكد من صحة الواقعة حسب بيان وزارة التضامن الاجتماعي، وده كان المنشور اللي نشر وفاة طفل يدعى ريان سنة ونص. لا، لكن كلام والده ووالدته بيقولوا سنه أقل من عام واحد، وضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وتضامن واسع مع والد الطفل، خصوصا بعد كشف التداعيات وكشف يعني تفاصيل الواقعة. تضامن ايضا قالت او خالت طفل الرضيع الطفل ريان ضحيه الاهمال بحضانه اسكندريه، قال تركوه متوفي 3 ساعات بدون ابلاغ الاسره. يعني الطفل بسبب عدم وجود مشرفه متخصصه وبسبب عدم وجود رقابه او رعايه او اشراف مباشر او يعني عمليه مراقبه للحضانات اللي بقت موجوده النهارده تقريبا في كل شارع. لو حضرتك ساكن في القاهرة أو في اسكندرية أو في الجيزة أو في واحدة من مدن المحافظات، في دمنهور، في المنصورة، في طنطا، في أسيوط، في الفيوم، أكيد كل شارع النهاردة في حضانة. بعض المساجد بتفتح حضانات، بعض الكنائس بتفتح حضانات، بل إن بعض المستشفيات بتفتح حضانات، والموضة النهاردة كمان بعض الشركات الكبيرة بتعمل حضانة عشان تراعي أبناء العاملات والعاملين. لكن هل كل الحضانات اللي موجودة في البلد ومصورة الحضانات اللي ضربت في كل شارع وكل زقاق وحارة، كل ده تحت عين ومراقبة وزارة التضامن الاجتماعي؟ هل اللي شغالين في الحضانات مؤهلين انهم يتعاملوا مع اطفال من سن شهر لحد سن 7 أو 6 سنوات؟ هل الناس دي نفسيا واجتماعيا وصحيا وعقليا ودينيا واجتماعيا مؤهلين انهم يتعاملوا مع الطبقة دي أو النوع ده من الأطفال؟ ده سؤال بنطرحه الآن على السادة في وزارة التضامن الاجتماعي بعد الكارثة والحادثة اللي حصلت امبارح أو أول امبارح في اسكندرية ودفع ثمنها طفل عمره 11 سنة. اللي حصل حسب تحقيقات النيابة بيقولوا إن الست المشرفة وهي غير مؤهلة وغير متخرجة من الكليات المؤهلة للعمل في الحضانات ربطت السهاية أو الببرونة بتاعة الطفل بحبل وسابته وراحت تعمل اللي وراها. الطفل اتقلب فالحبل اللي مربوط بيه الببرونة أو السهاية أو السكاتة أو التتينة أيا يعني ما كانت تسمى في المكان اللي حضرتك بتسمعني منه لفت على رقبة الطفل ريان، أصابته بكسر في الرقبة واختناق حتى الموت. يجوا يغطوا الجريمة بجريمة تانية. الست اللي عملت المشكلة حسب ما سجلت الكاميرات هربت وجابوا مشرفة تانية ولفت الطفل على انه نايم وسلمته لوالدته، لولا ان والدته لاحظت تغير في لونه ومفيش نفس وراحت بيه المستشفى كانوا قالوا ملناش دعوة، حاولوا يمسحوا صور الكاميرات لكن تم التحفظ على الكاميرات. امبارح قبضت الشرطة على صاحبة الحضانة والمشرفة، النهاردة تم تحويل أو تم توجيه تهم القتل لأربعة ومن أصحاب المشرفات. قالوا لوالدته أنه نايم حبس 4 متهمين بوقعة وفاة طفل داخل حضانة بالإسكندرية في منطقة السيوف، تحديدا السيوف شماعة. ده اللي حصل النهاردة في موضوع الحضانات، وده بيضرب ناقوس الخطر يعني، واحنا في نهاية العام الدراسي والناس بتبدأ من النهاردة تدور هتدخل ابنها حضانة فين او هيبدأ التعليم ازاي. المفروض بقى اتعمل مسح النهاردة شامل،
وكامل، يبقى عندنا قاعدة بيانات بعدد الحضانات، قاعدة بيانات بالعاملين بأصحاب الحضانات، وهل البيئة مناسبة لاستقبال الأطفال قبل ساعة أو قبل ساعتين من دلوقتي. البرلمان أيضا بدأ يخش على الخط ويتحرك بعد مقتل الطفل ريان، بيان عاجل بالبرلمان للرقابة على الحضانات المنتشرة في عموم البلاد. يعني شفت امبارح أحد التصريحات لأحد المسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي بيقول كده بكل يعني سهولة، ما عندناش عدد أو حصر لعدد الحضانات اللي شغالة في البلد، فضلا ما عندناش حصر أو عدد أو طبيعة العاملين في هذه الحضانات اللي موجودة في البلد، رغم تبعية الحضانات بشكل مباشر ورئيسي لوزارة التضامن الاجتماعي. يعني ملف في منتهى الخطورة، أطفال يعني لسه ما يعرفوش أي حاجة، بيروحوا أو بنروح نسلمهم لناس غير مؤهلين غير مؤتمنين بدون رقابة بدون رعاية بدون عناية من الوزارة المسؤولة عن متابعة هذا الموضوع وهذا الملف.